فرحت بزاف بالدعوه ديالها هي والزوج ديالها، والله يكمل عليهم بالخير. فعلا محل راقي جديد في الكونسيبت ديالو، زوين انيق. كنتمنى له الاستمراريه والتوفيق، وكنتمنى يا ربي يرزقهم صحه وسلامه وطول العمر وامتداد طويل امد لعلاقتهم، والله يخلي لهم وليدهم. اولا هذه ماشي ظاهره، هذه متواجده من زمان. شحال هذه؟ يمكن واقيلا في المغرب عاد ولات، مي هي في الوطن العربي وفي يعني في العالم معروف لي زارتيست دائما كيديروا شي هذه بروجي اخرين مرافقين للفن ديالهم. كل واحد تيقول الغرض ديالو شنو، كاين اللي باش يعني يستمر هكا وهكا، مثلا جهه واحده ما كفاتوش، كاين اللي لا يعني هوايته مثلا بانه يفتح شي حاجه اخرى، عنده وسيله باش يديرها دونك حقق داك الحلم ديالو. كاين اللي مثلا زياده الخير خيرين، يعني كل واحد وشنو الهدف ديالو من داك البروجي. انا ماشي ضد نهائيا، بالعكس انا دائما مشجعه لاي واحد عنده اي موهبه اي طموح اي فكره اي حلم يمشي فيه، واخا العالم كله يكون ضده، الا كان شايفه هو صح وكان عارف راسه بان غيوصل به لشي حاجه زوينه يمشي فيه ما يحبس. لم الزيدي حتى هي تصايب شي مطعم ديالها مستقبلا حتى هي؟ ما عرفتش دابا حاليا، ما عارفه شنو ندير، مي انا عارفه راسي بانه باغا ندير شي بروجي ابار الفن، ماشي دابا من بعد، ولكن شنو بالضبط وعلى حسب الظروف اللي غنكون فيهم وفين غنكون، هذيك هي اللي غتحكم ديك الساعات. جميل. لمياء الزيدي متواجده على مواقع التواصل الاجتماعي؟ دائما دائما باي حاجه فنيه فقط انا متواجده فيها. لا الا جينا نهضروا على التوندونس ما باغاش نهضر فيها لان مستوى ما زوينش، مي اللي كيثير انتباهي كل ما هو فني فقط، ما كنحاول ما نبعد على الحوايج اللي بالنسبه لي انا الناس كيعطيوهم اكبر من الحجم ديالهم. بالنسبه للفن دو فويس المغاربه اللي مشاركين هذا العام، هذا كي جاك المستوى ديالهم؟ انا هذوك المغاربه اصحابي وفنانين اصلا في المغرب قبل ما يمشيوا، و يمكن دابا تعطاتهم فرصه اكبر، تسلط عليهم الضوء اكثر، لانهم هما ماشي ما يستاهلوش، لا هما ديما يستاهلوا، غير كانت خاصهم فرصه، حيت ماشي دائما اللي كيستاهل يعني هو اللي كيتعطروا الفرص. قلبوا على راسهم، الله يكمل عليهم بالخير، يستاهلوا كل خير، وتنتمنى لهم الدوام، تنتمنى لهم النجاح، تنتمنى لهم يلقاو داكشي اللي كيقلبوا عليه، ولانهم يستاهلوا. المستوى ديال رضوى الاسمر؟ رضوى الاسمر يعني انا ما يعني نحشم نهضر عليه، لانه فنان بكل ما تحمل الكلمه من معنى، مطرب، ملحن، كاتب كلمات، يعني باحث في التراث ديالنا. ذاك الولد غزال، اخلاقه زوينه، الله يعمر ليه الدار. ورباب كذلك، لان هي بنت عائله فنيه ويعني ومتاصله بالفن وشاربه الفن من صغرها، الله يكمل عليهم بالخير، فريمون فرحانه لهم من اعماق قلبي، وتنتمنى لهم كل خير. الدول الاسمر كتعتقد على انه مشى لدو فويس حيت ما لقاش فرصه في بلاده، اولا ذاك البرنامج كان ضروري ان خصو يدوز منه؟ لا ماشي بالضروره يدوز منه، ولكن هو شوف هو كل واحد شنو الهدف اللي يكون عنده باش يشارك في دوك البرامج. انا كنظن انا على حسب ما يعني بالتجربه سابقه لها نفس المرحله، انا بالنسبه لي بان مشاو قلبوا على فرصه اكبر، وهي فعلا فرصه اكبر وتسليط الضوء اكثر وعلى نطاق اوسع لاي فنان تيطمح فيه واي فنان يبغيه، وهما جاتهم فرصه واستغلوها، علاش لا؟ تنتمنى لهم التوفيق، تنتمنى لهم النجاح، تبارك الله على المرحله اللي وصلوا لها. انا نبغيهم يكونوا اكثر حريه في، ما نبغيش غنقولها وغتفسر بواحد الطريقه ما زويناش، يعني الا كان اللقب ما بيناتهم غيكونوا محصورين في العقود. انا نبغيهم تكون عندهم ديك الحريه باش يختاروا، لان انا متاكده موهبتهم والبراعه اللي بانوا بها غيجيوهم عروض، ويا ربي يجيوهم عروض اللي هما كانوا كيتمناوها. فانا ما نبغيش ديك الحريه ديالهم تقيد، نبغيها تبقى مفتوحه باش يختاروا هما شنو بغاو. لم الزيدي واخده حقك فنيا في بلادك؟ واخده ثالث ومثلث، والايام ستثبت ذلك. نقدروا نشوفوا لم الزيدي في السينما؟ هاي الا جا سيناريو زوين ولا تعرض عليا، علاش لا؟ شنو من الادوار اللي تبغي تلعبي؟ ما عنديش شي حاجه معينه زعما نقدر نقول لك، انا اللي نقدر نقول لك هي حاجه زوينه،
سواء كوميديا سواء تراجيديا سواء يعني ما عنديش شي حاجه بالضبط اللي نقول بغين مثلا هذا الكوتي هذا، لا تكون شي حاجه زوينه اللي غادي تزاد لي فيها ويقول واو لم يكتشفنا فيها واحد الجانب ما كنعرفوش انا بارطونت. شنو ممكن تقولي الامل صقر مسلم مناسبه الزواج ديالو؟ مباركم سعود عليهم، الله يكمل عليهم بالخير، واي واحد في الدنيا يستاهل الحب ويستاهل الحنان ويستاهل يفرح، نحقاش كلشي بشر.